مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه والسلام للجميع. الفتره اللي بنمر فيها هاي فتره مش فتره بسيطه، وفترة حتكون إن شاء الله استثنائية وحنمر منها، لكن ما بعد هذه الفترة شو راح يصير؟ شو التغيرات اللي راح تصير؟ في كتير ناس عم تكتب هاي التكهنات عبر الانترنت وبتحكي عن شغلات كتير ممكن تصير. أنا سألت هذا السؤال، لن أستطيع الإجابة عنه أكيد لأني أنا مش خبير لا اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي، لكن في أمور كتير أنا جمعت لكم إياها الآن قدامي، هي بعض الشغلات اللي اتوقع انها ممكن تصير. اجين انا ما بحكي انها تكهنات، ما بتوقع انها 100% كلها حتصير، لكن برجع بحكي انه قد يحصل بعضها. في هناك عدة نظريات ظهرت على السطح وراح نشوف شو هي. اول شغلة اللي بنحكي عنها اللي هي تطور القطاع الطبي. طبعا كنا عرفنا بالمشاكل اللي ظهرت في القطاع الطبي، المشاكل هاي أظهرت أو ظهرت على الشاشة لما وجدنا هناك خلل كبير في القطاع الطبي لم يكن له، ما حدا كان متوقعه ولم يكن له هناك حسبان. فالقطاع الطبي أكيد راح يصير تغيرات. في هناك بعض النظريات تحكي أنه راح يموت عدد كبير من سكان الأرض بسبب هذا الفيروس، وخاصة الكبار السن، وظهرت هاي النظرية. إن شاء الله ما يصير. طبعا هناك حتى في نظريات بتقول انه اكثر من ثلث سكان الكره الارضيه راح يموتوا. الشغله الثالثه او التغيرات الثالثه، راح تصير هناك تغيرات استراتيجيه في العالم، راح يصير في تغيرات في قدره الدول على تخطي الازمات، راح يصير في ازمات او طرق جديده، وهناك بروتوكولات جديده لهذا الموضوع. هناك راح يصير تغيرات جذرية في التكنولوجيا. التكنولوجيا طبعا زي ما احنا عرفنا انه تم استخدامها وتوظيفها كثيرا في خلال هاي الفترة، لكن هناك بعض الشغلات اللي راح يتم استخدامها في التكنولوجيا. زي ما بنعرف احنا بعض الدول مثل الصين بدأت بتنظيم باستخدام نظام السوشيال رانكينج. هذا النظام راح يصير في قدرة على معرفة البشر وترتيبهم اجتماعيا. راح يكون هناك تغيرات في النظام المالي العالمي، راح تتغير، معظم الناس راح تبطل تستخدم الكاش وترجع لاستخدام طرق جديدة في التداولات البنكية. راح يصير هناك اعتماد على عملات جديدة، قد تكون العملات الافتراضية أو البيتكوينز whatever. طبعا تغيرات التكنولوجيا حكينا انه راح يصير في كتير اعتماد على الانترنت، خاصة عن طريق شغلات الاونلاين كورسز والدراسة عن بعد والعمل عن بعد. العمل من المنزل راح يصير اكثر لانه جربوه، خاصة الحكومات راح تجرب استخدام العمل من المنزل للشغلات اللي مش لازم يروحوا الناس على الاوفيسز، لانها الحكومة راح توفر كتير مباني وكهرباء ومي وشغلات زي هيك، وكمان السيارات والعواد، وهي كل الأمور راح تخفف من الأزمات. راح يصير عندنا قوة عالمية جديدة، الكل بتوقع أنه هناك بعض القوى راح تطلع وتنافس أمريكا أو قد تطغى على أمريكا. هذه الدول ما بدنا نذكرها، لكن كلنا بنعرف أنه راح تتغير القوى العالمية أو ميزان القوى العالمية الجديدة. في هواء بردت. طيب طبعا هذا الموضوع برضه راح يعطي بصمات مهمة على المواضيع الفنية والثقافية، صناعة الأفلام، الشعر، الرسم، الفن، الموسيقى، كلها راح يتغير منهجها. حتى اللي بيحكوا عن الأونلاين كونسرت والسينماز كلها راح يصير فيها تغيرات عالمية. طبعا موضوع الشيب هذا اللي انحكى انه راح يزرعوا واتهموا بيل جيتس، طبعا لسه ما في اثباتات لذلك، لكن بيحكوا انه بيل جيتس عم بيحاول انه يروج لهاي الفكرة بحيث انه يصير
كل واحد vaccinated بس بهذا الفاكسين راح يحطوا تشيب تحت الجلد. طبعا في نظريات عم تطلع، انا ما بدي ادحضها ولا اثبتها، لكن هذا اللي موجود على ارض الواقع الساحة، الناس بتحكي عن هذا الشيء، الله اعلم، راح نشوف قريبا الموضوع. طبعا راح يصير هناك غناء فاحش، ناس راح تغنى كتير من وراء هاي الأزمة، ومنهم تبعون الأونلاين زي شركة أمازون، ارتفعت أسهمها وارتفعت مبيعاتها وإيراداتها. في ناس راح تفقر كثيرا، خاصة السمول بيزنسز راح يضعفوا للأسف، وهذا يعني مشكلة كبيرة راح تؤدي إلى تدهور في الاقتصاد. كتير ناس راح تفقد وظائفها لأنه راح يعتمدوا على الشغلات الأوتومايزيشن عشان يخف يخففوا من العمالة وبالتالي تزيد أرباحهم. فنتوقع أنه السمول بيزنسز راح يتأثروا كثيرا. طلعت الشمس، ممتاز. راح يكون هناك نظام اقتصادي عالمي جديد. أنا مش عم بحكي نظام سياسي، نظام سياسي هذا ممكن يصير، لكن راح يصير نظام اقتصادي عالمي جديد، وهذا حيأثر كتير على العالم. قد في 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 نظريات تحكي إنه الجي 7 راح يتغير، في ناس الجي 20 راح يتغيروا، في ناس بيحكوا إنه الاتحاد الأوروبي راح ينحل وراح تتفرق الدول وراح تدخل في تحالفات جديدة. قد يحدث هذا الشيء، التغيرات هاي راح تصير أكيد، لكن متى، شو الطريقة، شو البرمجة لهذه التغيرات، الأنظمة السياسية والاقتصادية أكيد رح تتأثر ورح تتغير. الآن في هناك المشكلة صارت أو انتبهت لها كثير من الدول، اللي هي الـ عشان تصنع منتجاتها بتحتاج إلى مواد خام، تشيبات، شغلات كلها معظمها كانت تستورد من الصين. أكيد راح يصير في تغيير في استراتيجية أو استقلال المنتجات بسموها. هذا الموضوع مهم جدا لكثير من الدول المصنعة. في دولة مثلا مصانع مثل كيا وهونداي في كوريا توقفوا لأنه الإنتاج أو المواد الخام اللي كانت تجيهم قطع الغيار من الصين توقفت، وبالتالي أكيد راح يصير في تغيرات استراتيجية في هذا الموضوع. التغيرات الاجتماعية أنا متأكد أنها راح تصير، راح نغير كتير من عاداتنا الاجتماعية، الحديث مع بعض، طريقة الجلوس مع بعض، المسافات بيننا. أتوقع أنه راح نرجع بس مش للماضي. دعم العلم والعلماء كتير اكتشفوا أنه هذا إشي مهم. دعم العلماء والأبحاث والعلم مهم جدا جدا لكثير من الدول، للأسف اللي بتضيع معظم مصاريها على الجيش والحروب والاستراتيجية العسكرية. لا، الآن الوقت إنه نغير وندعم العلم والعلماء. شركات الأدوية، شركات الأدوية راح تتغير استراتيجياتها. طبعا احنا بنعرف انه شركات الأدوية من اكبر الشركات المهيمنة على الاقتصاد العالمي، يمكن اكثر حتى من شركات الأسلحة. راح تتغير استراتيجية، راح تتغير نظرة الناس لهذه الأدوية، راح يصير في تفكير كثير بالعودة لبعض الأدوية الطبيعية، ومع ذلك راح يصير هناك ارباح خيالية للأدوية بشكل عام حول العالم. لبعض الشركات طبعا راح يصير في أرباح خيالية، وزي ما حكينا أنه بعض الشركات راح تستفيد كثير من هذا الموضوع، ومنها شركات الأدوية. التحضير للمستقبل طبعا هذا إشي مهم جدا، خاصة للجيل القادم راح يصير يفكر بطريقة تختلف عن تفكيرنا إحنا للتحضير للمستقبل. راح يكون عندهم نظرة شمولية، نظرة تختلف، برجع بحكي عن نظرتنا. أتوقع أنه اللي مروا في الجيل خاصة التينيجرز في هذا الوقت راح يعطيهم طرق إبداعية جديدة إنهم يغيروا المستقبل. قدرة تحويل التصنيع، طبعا قدرة تحويل التصنيع هي شيء مهم جدا جدا جدا، بحيث إنه معظم الشركات أو المصانع اللي specifies يعني بيشتغلوا بشغلات معينة مثلا، يستطيعوا إنه يمحوروا أو يغيروا تصنيعهم بحيث إنه يقدروا إنهم يمشوا أو يساعدوا في تصنيع الشغلات اللي محتاجين لها. طبعا اقتصاديا هذا شيء راجع لهم وراح يستفيدوا منه. هناك مثال، الصين كانت تصنع 20 مليون ماسك باليوم قبل الأزمة،
اوكي. بعد الازمه صارت تصنع 200 مليون ماسك، يعني زادت النسبه بشكل كبير، 200 مليون ماسك يوميا. طبعا هذا لانه كثير من الشركات بدات تغير تصنيعها لانه في حاجه لهذا الماسك ناو، وفي بزنس، يعني الموضوع برضه بزنس وايز مش بس انساني، لا بزنس وايز. فمعظم الشركات اللي صارت تفكر، شركات السيارات صارت تغير المسار تبع المصنع كله عشان تسوي ماسك، وقفت السيارات، الآن ما حد عم بيشتري سيارات، بيشتروا ماسكس. فراح يغير في الاستراتيجيات هاي، كيف نحول المصانع بسهولة لمصنع آخر أو لطريقة أخرى عشان نكبر البزنس. فهذه بعض الشغلات اللي أنا جمعت لكم إياها اللي هي ما بعد هذه الجائحة. إن شاء الله تنتهي هذه الجائحة، برجع بحكي أنا هذه الكلمات اللي أنا حكيتها أو التجميعات اللي حكيتها ليست من فكري الخاص، هذه وجدتها عبر الانترنت، كنت احضر بعض اقرا بعض المقالات واحضر بعض الحوارات مع مفكرين واقتصاديين وعلماء، واختصرت لكم اياها بهذا الفيديو البسيط. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.